ريبن سولاقه واي طلبتم من عندنا نزلكم فيديو عليه، والصراحه انا ما اقدر افضلكم طلب. بهذا الفيديو راح احكي لكم قصه حياته ومسيرته الكرويه، وهل صدق اعتزل من اللعب مع المنتخب العراقي او لا. ريبن مواليد 1992، ولد باربيل وبالتحديد منطقه عنكاوه، من اب وام عراقيين، وبعد ولادته لظرف ما هاجر الى السويد هو واهله، عاش واستقر هناك وحصل على الجنسيه السويديه، وبلش مسيرته الكرويه بسنه 2010 ولعب لاول مره مع اكاديميه سكلستونا سيتي، ومن بعدها لعب مع كذا نادي سويدي ونرويجي، وحاليا يلعب مع نادي سول بالدوري الكوري الجنوبي. اما عن مشاركته مع المنتخب العراقي، لعب لاول مره مع المنتخب سنه 2015، وشارك بعده بطولات وابرزها بطوله كاس اسيا 2019 و2023، وبطوله خليجي 24، وبطوله كاس تايلند، وحصل على عده القاب وجوائز مع الانديه ايضا. اما عن خبر اعتزاله من المنتخب الوطني فهذا خبر صحيح، لان قبل فتره طلع بلقاء تلفزيوني وقال انا اعلن اعتزالي من المنتخب العراقي، لان اول شيء صار عمري كبير، وثاني شيء لازم انطي فرصه للشباب اللي اصغر مني. والصراحه انا احييك على هذا تفكيرك واحترامك لنفسك، لانك هواي لاعبين وياك بالمنتخب بعمرك واكبر منك لحد هسه لازقين وما يقبلون يعطون فرصه للشباب، واتمنى يكونون نفس اخلاقك وثقافتك ويحسون على نفسهم ويعتزون بكرامتهم ويعطون فرصه للشباب اللي اصغر منهم. وهاي كانت تفاصيل بسيطه عن حياته ومسيره ريبن سولاقه، وبرايي ريبن لاعب ممتاز وقدم اداء رائع مع المنتخب، واتمنى له الموفقيه بحياته. وانتم كتبوا لنا بالتعليقات شنو رايكم بيه وش توجهوا له الرساله بعد ما اعتزل.